اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وكنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك يا الله، نستغفرك يا الله، نستغفرك يا الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارزق أهلنا يا رب العالمين يا الله. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا أعوذ بك من البرس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم ارحم موتانا من المسلمين، اللهم ارحم موتانا من المسلمين، اللهم ارحم موتانا من المسلمين. اللهم إنا أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة محيا والممات ومن شر فتنة مسيح الدجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا القرآن يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة ونعوذ بك من النار يا خالق الجنة والنار، يا خالق الجنة والنار. برحمتك يا عزيز يا غفار، يا كريم يا ستار، يا رحيم يا جبار، يا خالق يا بار، يا رب العالمين. اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين، اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين، اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين.
المسلمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.